فقتلوا الأطفال والشباب وسفكوا الدماء بوحشية، والآن لا عودة إلى الوراء. نريد إسقاط النظام. نريد بيادنا حرة بدون تدخل أجنبي، ونحن جميع طوائفنا المتعددة سنكون يدا واحدة، ولا حوار مع قاتلين أطفال وشباب. علينا أن ننسى الخلافات الكاذبية، لأن مصلحة الوطن فوق كل شيء. وطني هو الله يرحم شهداءكم ويخلينا الشباب. الشعب السوري واحد 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 واحد، الشعب السوري واحد 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 واحد، الشعب السوري واحد. يرحم روحك يا سلطان، يرحم روحك يا سلطان، يرحم روحك.